راس الكبة بطريقة بسيطة واقتصادية بلا مكنة وبلا لحمة بالعجينة، ما بياخدوا شغل أكتر من ساعة وبيكونوا جاهزين. ثالث وصفة من وصفات تجهيزات رمضان، خلونا على السريع نشوف الطريقة سوا. رح نبلش ونجهز لعجينة الكبة، وبجا تنضيف بدنا نحط كوبين من البرغل الأشقر الناعم، ونضيف عليهم كوبين من السميد الناعم أو سميد الفرخة. أنعم نوع سميد متوفر عندكم استخدموه لنجاح هذه الوصفة. وعلى فكرة فيكن تستخدموا البرغل، بيجي لونه بني غامق بس بتطلع العجينة شوي غامقة. على السميد والبرغل رح نضيف 3 أكواب من المي المغلية، وممكن تعوزوا ربع كوب بعد، أنا ضفت كمان ربع كوب زيادة، فطلعوا كلهم 3 أكواب وربع، وبنخلطهم سوا كتير منيح وبنخلهم يرتاحوا مينيمم نص ساعة حتى البرغل والسميد يتشربوا كل المي ويطروا. وبهذا الوقت رح نحضر للحشوة، وبقلب مقلاية رح نحط شوي من زيت النباتي وثلاث حبات كبار من البصل مفرومين فرمة حجم متوسط، وهذه الوصفة بتحب البصل كتير، فكل ما كترته كل ما أطيب. ورجعت ضفت كم حبة من السنوبر كانوا باقيين عندي، بعرف أنا قلتلكم الوصفة اقتصادية بس أنتم ما تحطوا سنوبر، بس أنا كانوا باقيين عندي فحطيتهم. بس تبلش تدبل البصلة رح نضيف نص كيلو من اللحمة المفرومة فرم خشن، ونضلنا نقليهم على نار متوسطة. وبس تبلش تستوي اللحمة رح نضيف معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من جوزة الطيب، وبنطبخهم بعد لمدة شي 10 دقايق تقريبا، وبتكون الحشوة صارت جاهزة عنا. منطفي النار، واختياري أنا حطيت من عندي شوي من دبس الرمان، بتعطي طعم ولا أطيب، فيكن تجربوها إذا أنتم بتحبوا دبس الرمان. الحشوة صارت جاهزة عنا، بدنا نخليها لا تبرد قبل ما نحشي فيها الكبة. وهلأ بنرجع لعجينة الكبة، ومن بعد ما ارتاح السميد والبرغل لمدة نص ساعة، رح نبرش فوقهم حامضة أو ليمونة كاملة وبصلتين بحجم متوسط، بنبرشهم برش، وبنرجع منضيف معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقتين كبار من دبس الفليفلة، بيعطي طعم كتير طيب. وعلى فكرة هذا نفسه دبس الفليفلة اللي حضرناه سوا بداية الشتوي لما حضرنا المونة، بعدنا لهلأ عم نستعمله. وهلأ بدنا نخلط وبدنا نعجن وبدنا نعرك هذه المكونات سوا كتير منيح على ايدنا، لانه بلا مكنة عم نشتغل لمدة 10 دقايق. اول شي رح تحسوها عم تعذبكم، بس بعدين تتحول معكم لعجينة ناعمة جدا مثل ما شايفين قدامكم بالفيديو. عجينة الكبة الاقتصادية صارت جاهزة عنا، والحشوة كمان جاهزة، وهلأ بدنا نقرص ونحضر حبة الكبة. الوزن المثالي لعجينة الكبة حتى يطلع لنا قرص مش كتير كبير ولا كتير صغير هو 40 جرام للقرص، يعني 40 جرام قبل ما نحشيها. ناخد شقفة من العجين منكورها، وشوفوا كيف منبل ايدنا ومنبلش نقرصها، ولاحظوا كيف ايدي شمال هي لحالها عم تتحرك وعم تبرم العجين، واصبعي الصغير عم يضب تم العجينة من فوق على بعضه حتى ما يفتح ويتشقق. منجرب نرقاها قد ما بدنا، بس بدنا اياها كتير رقيقة حتى ما تفرط، وكمان ما بدنا اياها سميكة. منحط الحشوة بقلبها تقريبا شي معلقتين صغار من الحشوة، وبنرجع كمان منبل ايدنا بشوي من المي، وبنرجع منسكرها من فوق. شوفوا كيف بكل سهولة بس نضب اصابعنا على بعض هي من فوق لحالها بتتسكر وبتتشكل وبتعطينا الشكل الحلو للعجينة، او لشكل الكبة يعني. وكل ما نحس حالنا عايزين مي بنحط شوية مي على ايدينا، وبنرجع منقرص، وما بيأثر ما بتأذيها ابدا المي للعجينة. وهي بعد مرة شوفوا لما نضب اصابيع على بعض، اصبعي الاول والتاني على بعض هن بشكله القرص، وبيعطوه هذا الشكل الكبة اللي نحن معترف عليه واللي كتير حلو. ومعلش تركت لكم هذا المقطع طويل وما اختصرت المشاهد حتى عن جد تشوفوا كيف بيتشكل قرص الكبة، لانه عن جد طريقته ولا اسهل، وخصوصي بهذه العجينة مستحيل تفرط معكم، فاي حدا مبتدئ وعباله يجرب بتصحكم تجربوا فيها. وبس هيك قراص الكبة صاروا جاهزين عنا حتى نفرزن ونتلجن لشهر رمضان الكريم. بس انا للصراحة قلت لي كم قرص وطعمتهم ولا اطيب، واكيد بعد فترة رح ارجع ارجيكم كيف هالمعجنات كلها نقليها ونجهزها خلال شهر رمضان. بتمنى تجربوا هاي الطريقة للكبة وتعطوني رأيكم فيها، ويعطيكم ألف عافية سلف.